مرحبا بكم، أهلا وسهلا وين ما كنتوا تتابعوا فيا في زيد كلاس روم. اليوم نورمالمون نس كل يوتيوبرز جاكم الميل هذا من عند اليوتيوب اللي يعلم فيه اليوتيوبرز الكل أنه باش يابليكيو عليهم، وإلا يفا أبليكي أن تاكس وإلا اقتطاع ضرائب على اليوتيوبرز الكل، وخاصة اللي تجيهم مشاهدات وإلا أرباح من المشاهدات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النص اللي بعثه هنا قال لك: مرحبا يوتيوب، نتواصل معك لإعلامك أنه سيتوجب على جوجل اقتطاع الضرائب في الولايات المتحدة من الدفعات التي يتم تسديدها إلى منشئ المحتويات خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر حزيران اللي هو جوان 2021، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. سنطلب منك إرسال معلومات الضرائب في الأدسانس لنتمكن من تحديد قيمة الضرائب الصحيحة التي يجب اقتطاعها إذا كانت هذه الضرائب سارية، وفي حال عدم توفير معلومات الضرائب بحلول 21 مايو 2021 قد يتوجب على جوجل اقتطاع ما يصل إلى 24% من إجمالي أرباحك في جميع أنحاء العالم. بون، ومن بعد عندك الإجراءات التي باش تتبعها باش تديكلاري على الضرائب نتاعك. دونك الأهم حاجة لهنا أنه اليوتيوب وإلا الجوجل باش يولي ياخو ضريبة على الفيديوهات وعلى الأرباح المتأتية من اليوتيوب. الأرباح هذه قد تصل إلى 24%، ومن يعني جميع الأرباح المتأتية من اليوتيوب ولا من الأدسانس باش يتم خصم 24%. عملية حسابية سهلة برشا. عندك مثلا تربح في الشهر 1000 دولار، باش ينحولك 24%، نورمالمون باش تكون القيمة مقدارها 240 دولار. دونك هذايا عدد والا مبلغ محترم. دونك يلزمك لهنا الديكلاري على الضرائب نتاعك ولا المعلومات الضريبية نتاعك، كل يلزمك الديكلاري عليها باش تكون الاقتطاع يكون اقل. دونك وخاصة وقت تكون المشاهدات جايتك من فيورز والا من مشاهدين موجودين في الولايات المتحدة الامريكية. باهي، اول حاجة تحب تعرف اسكو لي نومبر دو فيورز اللي متاعينك جايين منين، جايين الاصل نتاعهم بالضبط. دونك تمشي لل يوتيوب ستوديو، دونك ومن بعد تمشي للبلاي الاناليتيكس، اناليتيكس فوالا. من بعد تحب تشوف الاودينس فوالا، وعندك لهنا باش يعطيك توب ريجين اهوكا، تهبط اللوطة شوية تتلقى التوب دي ريجيون، هذوما منين جايين جينيرالمون، باش تشوف اسكو انتي عندك دي فيورز جايين من الولايات المتحدة الأمريكية ولا تمشي فوار بلوس. دونك نورمالمون انا لهنا في الشين متاعي بويسك الأكثرية قاعد نحكي بالعربي وكل، ودونك جينيرالمون المشاهدين متاعي الأكثرية من البلدان العربية، عندي المغرب، تونس، الألجيري، فرنسا، موريتانيا، السنغال، كوديفوار، مدغشقر، كامرون. نورمالمون انت كان عندك مشاهدين من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوتيوب لهنا مسهلة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يو اس اي، مكتوبة يكتبها جينيرالمون افيك لو بلو، بالأزرق مكتوبة. بون انا ما عنديش لهنا الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة لهنا نحب نحيي المشاهدين متاعي كل مروك، الجزائر، الألجيري، تونس، فرنسا، موريتانيا، السنغال، كوت ديفوار، مدغشقر، كامرون، جيبوتي، اوكرانيا، توغو، صحراء الصحراء اوكسيدونتال، بوركينا فاسو، روسيا، انسي سويت، انسي سويت. تحية مني ليكم ومرسي اللي قاعدين تتابعوا فيا. كان انت مازلت ماكش قاعد تتابع قاعد ترا فيا وماكش تشو ماكش مازلت عامل ابوني، دونك تنجم تعمل ابوني وباش تدعموني. باهي، اكثر حاجه باش تشوف قديش بالضبط، كيك سوا مثلا كان لقيت انت مثلا الولايات المتحده الامريكيه وتحب تعرف قديش تدخلك فلوس من اليوتيوب خاصه من البلد هذيك،
تمشي تزيد تنزل على البلوس هذه باش تلقى بو ريفيني استيمي. فوالا لهنا فوالا. دونك مثلا انا لو ريفيني استيمي من فرنسا فوالا هاكا يعطيك هو قديش بالضبط، انسي تسويت انسي تسويت. فوالا لي زيتازيني، فوالا مثلا انا لهنا عندي دي ريفوني من لي تازيني كيما قلت لك ماك تلقاوها بالبلو. مثلا 0.30 دولار. الحقيقه انا شين يوتيوب نتاعي مازلت صغيره، حتى الارباح نتاعي مازلت مبتدئه. بون نورمالمون كي باش يابليكيو عليا انا الارباح المتاتيه ولا 24% من الارباح المتاتيه من الولايات المتحده الامريكيه بعمليه حسابيه، باش تضرب انت 0.30 دولار في ال 24%، تو تطلع انت حتى بالكالكولاتريس تو تطلع قديش بالضبط. فوالا هنا عندي انا كالكولاتريس، دونك 0.30 دولار فوا ولا ضرب 0.24 نورمالمون باش نلقاو 0.72 دولار باش يتنحاو لي كل شهر. كان تضربهم هذوما الكل سوا ديزون، لو كان فرضنا انه النسبة هذه باش تقعد ثابتة في الأشهر الكل، نورمالمون كي تضربها في الدوز يعني في الاثناش شهر باش تلقى حوالي 0.864 دولار. نورمالمون أنا معناتها حتى كي باش يقصولي 24% من الأرباح متاعي ما نصورش كي باش يربحوا فيها برشا. مي أكيد فما دي يوتيوبرز اللي عندهم مداخيل قارة من اليوتيوب لا بأس بها، توصل حتى ال1000 دولار في الشهر ولا أكثر من 1000 دولار في الشهر. دونك وقتها كي باش تعمل أنت عملية حسابية باش تضرب تطرح منها 24% باش تلقى مبلغ محترم بيه باش يتنحالك من اليوتيوب لصالح ضرائب اللي فرضتها علينا الجوجل. ألور دونك أهم حاجة شنو يلزمك تعمل توا؟ يلزمك تمشي الديكلاري على الضرائب متاعك، ولا الديكلاري على المعلومات الضريبية متاعك قبل، خاصة قبل 31 ماي، سينو من بعد اوتوماتيكمون باش ينحولك 24% من الارباح متاعك. دونك تمشي للادسانس، ترجع للادسانس. دونك عندك الصفحة الرئيسية نورمالمون باش تلقاها من فوق بالكل، هم هنا مهم تحقق مما إذا كانت معلومات الضرائب الإضافية مطلوبة منك يجب أن يرسل كل الشركاء ومنشئ المحتوى في يوتيوب معلومات الضرائب لضمان دقة الضرائب السري على الدفعات. تمشي مثلا إدارة المعلومات الضريبية وإلا ديريكت من هنا الدفعات، وكان أنت بالفرنسي تمشي بايمون. دونك من بعد يا للهول لقد حدثت مشكلة. هنا عندي مشكلة تاع اكتواليزاسيون دو باج. تمشي للدفعات والا بايمون. وإلا من هون إدارة المعلومات الضريبية، قالك إدارة يرجى توفير المعلومات الضريبية أو تعديلها، يحدد بلدك وملفك الشخصي للدفع طريق تحصيل الضرائب واقتطاعها والإبلاغ عنها. ب معلومات عن ضرائب في الولايات المتحدة، تمشي لهذه إضافة المعلومات الضريبية بالأزرق. باش يطلب منك دخل رقم ولا المود باس متاع الأدريس متاعك نورمالمون، خاطر السيكوريتي هذه. دونك دخل المود باس نتاعك على انسيت شويت. اوبس
Alors. باش تحل لك الصفحة هذه معلومات، قالك لهنا معلومات عن ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية تنجم تقراها، وكل حاول أنك كيفاش تعمر الفورميلير اللي باش يطلبها منك، وإلا المعلومات اللي باش يطلبها منك تعمرها كلها بالحروف الآ حتى يكش للزيت. دونك ما هو نوع حسابك، يا إما باش تكون أنت حساب فردي وإلا مؤسسة. دونك أنا مثلا هنا الشين بتاعي ولا الأدسانس بتاعي حساب فردي. دونك من بعد تمشي تنزل التالي، هل أنت مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا كنت أنت مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية تنزل نعم، إذا كنت ماكش مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية تنزل لا، وإلا تنقر على لا، ومن بعد تمشي التالي. دونك لهنا من بعد يقال لك اختر نوع النموذج الضريبي، ثم W8 هذه. احنا مثلا جماعة الادسانس عندنا النموذج هو W8، يا اما باش تكون لولا W8 بان. غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل افراد غير امريكيين، ويمكن ايضا استخدامه لطلبة الاستفادة من مزايا المعاهدة الضريبية، والا WECI هذه غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل كيان تجاري او فرد غير امريكي يجني دخلا مرتبطا بتجارة او نشاط تجاري له في الولايات المتحدة، ويقدم اقرارا ضريبيا للدخل في الولايات المتحدة. مثلا انا باش ان نختار ال W8 بان ونمشي فتح نموذج ال W8 بان. به لهنا باش يطلب مني نعمر معلومات خاصة بيا، مثلا لهنا اسم الفرد، الاسم الشخصي، كيف كيف لهنا كان هو اسم شركة باش تعمر اسم الشركة، وهنا باش تختار البلد اللي انت تنتمي له ولا المقيم فيه. من بعد هنا قال لك هذا الحق اختياري، كيف كيف هذا التعريف الضريبي تي اي ان، هذا تعريف ضريبي، والتي اي ان هذا نورمالمون كنت تحب تمشي تاخذ اكثر معلومات، هو رقم باش يعطيهولك باش ينقصولك من الاداءات الضريبيه، كان انت مستحق باش نقص الاداءات الضريبيه. كان تلاحظوا باش تعمر العنوان نتاعك والمعاهده الضريبيه، معاينه المستند، الشهاده، والانشطه والخدمات التي تنفيذها في الولايات المتحده الامريكيه. كل ما تعمر مرحله تتعدى تنزل على التالي حتى كشلي نكمل الفورميلير نتاعك والا المطلب، وباش تبعث المعلومات الضريبيه الكل للجوجل والا للادسانس. باهي هكا كملنا ان شاء الله المعلومه الجديده هذه اللي بعث هنا اليوم الجوجل. ان شاء الله نكون وافقت في معلومات، وكان فما اي حاجه للاستفسار تخلوا لي كومنتار تحت الفيديو هذا، وان شاء الله نجاوبكم عليه. الى اللقاء، شوفوكم ان شاء الله في فيديو اخر.